كان ايضا الصديق ديالنا فهمتيني، يعني كان سيتي الصديق سيتي لو كونفيدون، يعني ما كنا كنخبعوا عليه والو، يعني مزيانه والعيانه كنا كنعاودوها له. دابا مشى عند الله، الله يتحفظو على السوق. القيم 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 القيم، معقول الراجل ما كيتباع ما كيتشرى، هذا هو هذا هو هذه هذا حنا تربينا على هذا على هذا لو برينسيپ، على هذا لو برينسيپ، والحمد لله كنشكروه. اليوم مشى عند الله، ودابا اليوم مشى عند الله، يعني دابا كنتمناو نكونوا زعما نكونوا عن حسن الظن ديالو. يعني باش تحمل مشعل الوالد صعيب، علاش الوالد بحال اللي كنقولوا الى ميلا باغ تخوت، يعني صعيب يعني، ولكن غنحاولوا كيف ما كان الحال كيف ما كان الحال كيف ما كان الحال. الحمد لله، حنا حمد لله وشاكرين. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هذا القرار الله سبحانه وتعالى. من جانب الانساني كان راجل لطيف، كان كيعز عليه الدرويش، وكان عزيز عليه الدرويش، وكان دائما كيدافع على الدرويش، وما كانش كيعجبو التحقر، وما كانش كيعجبو التكبر. الوالد ملي كان في قمه حياته كان كيجلس مع 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 مع, مع يجلس مع العساس، ويجلس مع, مع اي واحد، ما عنده شي مشكل الحمد لله. هذه واحد لا فالور، يعني انه لا انكولكي، عطانا هاد لا فالور هذه ديال التواضع. من تواضع لله رفعه، ديما كان كيقولها. الحمد لله الوالد انا متاكد ان الله سبحانه وتعالى يعني غادي يستقبلوا احسن استقبال. كنشوفوا حتى يعني والناس السينما والناس ديال المسرح، الحمد لله هذا كيدل على ان كان الوالد كان راجل طيب، وكان راجل طيب، يعني كان راجل طيب، ما كان كيخسر الخطر حتى شي حد. ملي كان كيقدر يعمل شي حاجه راه كان كيعملها. عزاكم عزانا واحد، علاش الوالد ديالي ماشي غير حنا اللي فقدناه، فقدوا المغرب كامل، والحمد لله. كلمه اخيره لو كان عمر سليم بيننا الان. جو تيم بابا، سي عمر سليم اكيد انه ارتبط الاسم ديالو بكثير بالقناه الثانيه، ولكن اشتغل في الميديا، كان من الصحفيين المعروفين داخل هذه القناه على مستوى الاذاعه اللي يبدا فيها المسار ديالو سنه 1980، والتحق بالقناه الثانيه واشتغل الجميع. كان كيقدم واحد البرنامج اللي هو كان اول برنامج اللي بدات به القناه الثانيه على مستوى الرياضي، لان كانت كتعطي واحد الاهتمام، القناه الثانيه كتعطي اهتمام كبير للرياضه. وكان هذا البرنامج بالفرنسيه وقدموه عمر سليم بعد ما كان عبد اللطيف الشريبي هو اللي قدموه في المرحله الاولى، وكنظن بان هذاك البرنامج خدا واحد الاشعاع، لانه الطريقه باش قدموا عمر سليم، باش الطريقه ديال تقديم المعلومات كل شيء، انه ما يمكن نقولوا الا هذا هو النموذج ديال الصحفي الذي نبتغيه خصوصا في المجال التلفزيوني. بعد ذلك كان تولى مهام داخل القناه الثانيه، سواء داخل قسم الاخبار كمقدم الاخبار، وثاني الشهاده ديال الجميع انه كان ناجح في هذه المهمه هذه، وهذا كيبين تعدد الواحد، انه شخص ممكن انه بطبيعه الحال كيستطاع يقدم في الرياضه بكفاءه، في السياسه، وايضا بعد ذلك كان يقدم برنامج فنيا، اذا العديد من البرامج، وهذا كيبين بان الكفاءه ديالو فين ما حطيتيه كيكون. وكنظن انه كان انسان اللي يمكن ربما ما خداش، نعاودها دائما ونكررها كما قلت سابقا، ما خداش داكشي اللي كيستحق هو كوجه اعلامي وكصحفي بارز. وكنظن بانه احسن حاجه هي هاد الناس اللي حاضرين اليوم في الجنازه ديالو، والمكان اللي وضعه داخل قلوب كل المغاربه خلال مسار متميز كصحفي. وفي هذه اللحظه ما يمكن الا نقدموا التعازي للعائله ديالو، التعازي لنا احنا كعائله صحفيين اللي فقدنا احد الزملاء الاكفاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عمر سليم إلا كنتي تتفرج تسمع الراديو تتفرج التلفازة تتقرا صحف، عمر سليم كان عنده هاد الموهبة ديال 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 لابريس، كان كنت نتفرج فيه، من بعد كنت خدمت معاه، من بعد كان مدير ديال البرامج، كان واحد راجل اللي عنده في حياته كلها قصص. غيجي يهضر لك على نهار فاش استقبل الوزير فلان فلاني، كاين عنده واحد القصه حدا، هذه ما تتسخاش من هذاك المسائل ديالو، هذيك الحياه المهنيه والحياه الشخصيه كانوا بجوج مواكبين. ما كان عنده واحد الفاسيليتي باش يشجعك انديريكتومون، ملي تعاود لك القصص ديالو تيشجعك انت. الا كنت يلاه بديتي في لو دومين تيجي وتيشجعك وتيعطيك النصائح، فريمون النصائح ديال بصح، باش تقدر تزيد لقدام وباش تحسن المسائل الخدمه ديالك، لو روندو ديالك. كان المرحوم نيت ديرنيامون هذا العام هذا كان عندي واحد فرصه باش نعاود نتلاقى معاه في ام 24، كان تيجي تيتكلم بلا فورماسيون، تيعاون الوليدات اللي يلاه بداو. وعاوتاني عمر سليم بحال ما عرفتو النهار الاول، عرفتو نهار هذا قبل ما هذه شحال نقول لك، واحد شهرين، هذه هي ما عمرين هذه القدر الله، ولكن ما عمرك تقول راه بون راه شي واحد النهار فاش غتكون واقف هكذاك في الجنازه ديالو غنضيعوا. صديق لو مون ديال لي ميديا غيضيع في هذا السيد هذا، حيت بحالو مازال تستفد منه ومازال تعلم بزاف الحوايج، والشباب يتعلموا بزاف الحوايج، وقدر الله هو هذا، انا لله وانا اليه راجعون. بنصبر العائله ديالو الكبيره والعائله الصغيره اللي تا هما غيكون لا شك غيكون غيخلي بلاصتو، حيت كان واحد السيد اللي ما تتسخاش، يقدر يشدك اش غنقول لك، بقى تهضر معاه 3 سوايع على الخدمه وميم طون على التجارب ديالو الشخصيه اللي دوز. هذا هو اللي كاين. الله يرحمك يا عمر. الصحفي المحترف، الاخ، الصديق، الزميل، الصحفي المحترف، هذه الخصال هي اللي شفتها فيه مده عشناها في تعامل مع القناة الثانية. كان هو مدير البرامج وأنا كنت في مدير الإنتاج، وكان واحد التجاوب، كان واحد الانسجام ستبقى ذاكرة بالنسبة لهذا الصحفي المحترف، هذا الرجل اللي جعل أن ما يعرفه يحاول في إمكاناته باش يعطيه الطلبة، يعطيه الصحفيين، وهذا شيء جميل، لأنه الاعتراف بهذا الشخص، بهذا الصحفي، لابد يكون من إيقونات الصحافة السمعية البصرية في هذا البلد. رجل طيب، رجل ذو أخلاق، رجل ذو تعامل جميل، وأحبه كل واحد اقترب منه أو تعامل معه، رحمه الله.